القديس سمعان الخرازي مش معروف تفاصيل كتير عن حياته، لكن التاريخ بيؤكد انه كان موجود في بابليون في زمن البطريرك الانبا برؤوم السورياني، وفي عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، اول حكام الدولة الفاطمية في مصر. كانت حرفته هي دباغة الجلود ومعاها صناعة الاحذية. في قصة مشهورة عنه انه في يوم جات له واحدة ست عايزة تصلح حذائها، وهي كانت جميلة جدا، وهي بتقلع حذائها بين جزء من رجلها، فبصلها القديس بشهوة، ففي الحال ضرب المخرص في عينه فأفرغها. تنفيذا لوصية الرب، إن كانت عينك اليمنى تعثرك فأقلعها وألقها عنك، لأنه خيرا لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. والقديس نفذ الوصية حرفيا وببساطة، لكن الكنيسة لا بتسمح بده ولا بتعلمه، إنما هو تصرف بحرية وببساطة فسمحته الكنيسة. القديس كان زاهد جدا ومتقشف، كان المعز لدين الله الفاطمي، راجل بيحب المجالس وبيحب جدا المباحثات الدينية. فكان في راجل يهودي متعصب، وكان اسمه يعقوب ابن كلس، وكان مبغض للمسيحيين. وفي يوم من الأيام بعت الخليفة للأب البطريرك علشان يحدد ميعاد عشان اليهود والبابا يدخلوا في مباحثة دينية. فالبابا راح، وكان معاه الأنبا ساويرس ابن المقفع أسقف الأشمونيين. فبدأ الأسقف باتهام اليهود بالجهل، وأفحم اليهود باستشهاده بالآية اللي بتقول الثور يعرف قاني والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ونتيجة ده الوزير ابن كلس اتضايق جدا، وفضل يدور في الإنجيل عشان يلاقي آية ترد له اعتباره. فلقى الآية اللي بتقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. فجري بسرعة على الخليفة وطلب منه أنه يخلي النصارى يثبت صحة الكلام ده. فالخليفة عجبته الفكر، وبعت للبابا وطلب منه أنه ينفذ الآية دي. فالبابا طلب منه 3 أيام، وفضل ينادي بصوم واعتكاف لكل الشعب. وفي فجر اليوم الثالث ظهرت له العذراء وقالت له أنه هو يخرج بره، والراجل اللي هيكون حامل جرة هو اللي هينفذ المعجزة. وفعلا خرج وقابل القديس سمعان، وفضل يتكلم معاه عن حياته وعن سبب فقده العين. فالقديس قال للبابا الشعب يصلي 400 كريالة يسون، وبعد كده يصلي القداس، وهم شايلين الأناجيل والصلبان والشموع، وهو هيقف معاهم ورا البابا كواحد من الشعب. وبعد كده البابا والكهنة هيسجدوا ويرشم علامة الصليب على الجبل وهيرى مجد الله. وفعلا حصل ده بالظبط، وأول ما البابا رفع إيده ورسم علامة الصليب حصلت زلزلة عظيمة جدا، ومع كل قيام من السجدة كان بيطلع الجبل أكتر، ومع كل سجدة كان بيندك الجبل وتظهر الشمس من تحته وهو يتحرك. وبعد كده هرب القديس علشان يهرب من المجد الباطل، وبعد موته ظهر جسده في مصر. بركة صلاته تكون معانا، آمين.